ولذلك كما قال العلماء الإنسان المؤمن إنسان أخروي وليس إنسانا دنيوي، إنسانا أخروي لأنه ينظر على أن الآخرة هي التي تبلغه إلى ذلك الشوق العظيم لملاقاة ربه. هذه الأسماء والصفات كلما وقف الإنسان معها متدبرا بمنهج سليم فإنها تثير في قلبه هذا الشوق وتدفعه إلى الرغبة في ملاقاة ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال العلماء الإنسان المؤمن إنسان أخروي وليس إنسانا دنيوي، إنسانا أخروي لأنه ينظر على أن الآخرة هي التي تبلغه إلى ذلك الشوق العظيم لملاقاة ربه وتلك السعادة العظيمة التي يستشعرها لأن الله أخبر بها في كتابه، فلذلك نظرته إلى الآخرة. أما الدنيا فينظر إليها على أن فيها تلك الوسائل التي تبلغه ذاك المأمول العظيم، فعندما يؤديها يكون فرحاً سعيداً لأنه قد أنجز العمل الذي يكافأ عليه ببلوغ الأمل العظيم ملاقاة الله والفوز برضوانه سبحانه وتعالى والتلذذ بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فيكون العمل في أمر المؤمن محل الشوق والفرح، فالصلاة هي محل الراحة، هي محل الراحة وليس الراحة بعد الانتهاء منها، أرحنا بها لا أرحنا منها. وهكذا شأن الإنسان في عبادة الله. وأيضا من ذلك الأماكن التي نسبها الجليل جل جلاله إلى ذاته العلية نسبة تشريف لها وتعظيم لها، وأنها مكان لنعمائه وبركته، فإن الإنسان يجد أن الشيء الذي يحبه محبوبه سيكون محل الحب عنده، ومن هنا يجد الإنسان الشوق لهذه البلدة والشوق لهذا البيت والشوق إلى هذا المكان، وأنه كلما ثارت هذه المعاني في نفسه أينما كان وحن إلى لقاء ربه فلا يجد شيئاً أبلغ من أن يطفئ ما في نفسه من أن يقصد هذا البيت وأن يصل إلى هذا المكان وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى، فيجد في ذلك الراحة والطمأنينة ويشعر أنه أقرب ما يكون من ربه الذي امتلأ قلبه حباً له وتعظيماً له وشوقاً للقائه سبحانه وتعالى.